لو الزوج صلى بزوجته إماما هل يجوز لها أن تفتح عليه إذا أخطأ في القراءة؟ هذا قول، لأن العلة انتفت. فأولا أريدك أن تدقق في متن حديث رسول الله، افهم شوية معي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فنسي أو فصفق الصحابة، فقال من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. قالوا إنما التصفيق للنساء ليس فيه نهي للنساء عن الفتح، إلا فقط إذا سلمنا بالنهي عن النساء يكون في حضرة رجال أجانب، في حضرة رجال أجانب صوتها سيسمع في الصلاة، يسمعه رجال الأجانب، وقد تشوش بصوتها على بعض المصلين من حيات أفكارهم. ما إذا كانت مع الزوج والله أعلم فالحديث لا ينطهد للنهي. لا ينطهد للنهي.